ماروتانا. قانون إنه أي إشي بصير أولادي يسووه إلا بإذني، لازم يحكوا لي، لازم أعرف. كل واحد يحن على الثاني ويحترم الثاني، أهم إشي يعني هذا، عشان يصير بيناتهم دايماً الألفة والحب والأخوة يعني أنا لازم يكونوا هيك، لأنه إحنا لما بنربي في البيت نحن بنهيئهم لبرا، يعني حماية المجتمع من حمايتهم داخل البيت بالأول، بعدين بيطلعوا لبرا. الاحترام، يعني إنه أنا هلأ عندي طفلين، كثير بحاول إنه يكونوا الاثنين بيحترموا بعض. الاحترام، يكون في محبة واحترام، يعني هذا من أهم إشي، التفاهم اللي بالبيت هذا من أهم إشي لازم يكونوا بين أي اثنين وبين أولادي وبين أي حدا. الطبخة اللي بطبخها لازم يأكلوا منها، واللي ما بعجبه هو حر يروح يعمل أي إشي، أنا مش مستعد أطبخ طبخة ثانية. النظام والترتيب، يعني كل واحد يرتب غرفته، كل واحد يعمل حاجة يعني يضبها، ما يستناش الأم ترتبها أو شيء، هذا أهم حاجة عندي. الصراحة يعني يكون كل شيء صريح بالمعاملة وهيك، ما يكون في كذب أو إشي زي هيك، الصراحة وثقة. عشان نظام المدارس لازم يناموا من 8 المساء مثلا لستة الصبح، ما يسهروش بالليل، يناموا بكير. هو الأهل بعد بيقدروا يحطوا قوانين على أولاد هالأيام. صح 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 ص